هذا سائل يقول: أعمل رئيسا للقسم الديني بإحدى الصحف المصرية، وبحمد الله وبمنته أتحرى الدقة الشرعية، فهل يجوز لي النقل عن هيئة كبار العلماء ولكن في صورة حوار صحفي مع العالم، رغم أنني لم ألتقي بالعالم وأتحرى النقل عنه؟ يجوز لك النقل بنصه، ما تغير شيء، ما تغير شيء، تنقل الفتوى بنصها من أولها إلى آخرها على صورتها وعلى هيئتها، ما تتدخل فيها، تغير في ألفاظها أو تقطعها، هذا لا يجوز. التصرف في كلام أهل العلم ما يجوز، يساق بأمانة، يساق بأمانة وبنصه، ولا يتدخل فيه بشيء. نعم.